شو في عنا مازن؟ جريمة قتل والمقتول اسمه حمزة قصير. هو كاتب مغمور شوي ومصوراتي كمان. في عنا ملابسات محددة؟ لا بس في شغلة أحبك أنت تشوفها يعني على مسرح الجريمة بعد ما في شيء تغير. على فكرة مش نحن اللي غطيناه، جينا لنا مغطى. مين اللي بلغ عن الجريمة؟ بعد ما عرفنا الشباب عم يشتغلوا عليها. رجال ولا مرة؟ لا رجال اللي بلغ. طيب بدنا تفاصيل أكثر عن طبيعة عمله. في شغلة أنا شايل لك إياها خصوصي تعال معي لتشوفها. كلام على ورق حمزة قصير ويكس. حلو الوضع. لما اعطيني سيجارة مازن. وضع نطرتك قضية صعبة كثير، يعني جريمة بآخر معمر الله بقت بالحرش، قصة مكتوبة بالنحوي بورق كله دم. هلا الزلمة طلع من بيت قصير. بيت قصير كل عمره عايش بمصر، بس هاي طورتين البيت عن بيو، هيك اللي عارفين من هون الجيران. نفسي مرة تطلع لي قضية سهلة، دايما حظي زفت. حظك؟ أساس أنت أرزين لوبين يعني مريحنا من الجريمة بلبنان. بسم الله عليك وجهك. هو ده البيت؟ وانت عيلتي؟ الله يرحمك يا بابا. الله يرحمك. انا عمك صفوان خيو لبيك. عمي حبيبي حبيبي حبيبي. يا اهلا يا اهلا وسهلا. وانا عمك ريمون خي بيك. لا استنى بس، ريمون وخيو لبي ماشي حبيبي. ازيك يا عم؟ انا عمتك مريم اخته لبيك. الله اكبر، ده احنا بقينا عزوه عمين وعمه حبيبه قلبي. اهلين ست الحبايب. وانتي من غير ما تتكلمي عمتي. لا حبيبي انا خالتك. خالتي ايه؟ انا امي مصريه، احنا هنستهبل. يلا ماشي. ايه يا حمزه، بس هذا البيت قبل ما تستلمه في شويه ديون على بيك لازم نسددها. ديون؟ ديون ايه؟ ايوه اتفضل. ديون؟ دائما بالقضايا اللي مثل هاي نهاية البطل بتكون على ايدين مرة. مش في زلمة نهايته مش على ايدين مرة. انا كل ما بحضر عز بقول زدنا قتيل. شرفك مازن، سرع بالتحريات منيح وركز على موضوع المرة. شوف مين المرة اللي كانت بحياته. ان شاء الله بنطلع بنعرفها هلا. تعرفي ايه الفرق بين الواحد لما يحب حاجة او يتعلق بيها؟ يعني انت بتحبني وانا متعلقه بيك؟ دي ايه اللطافه دي؟ انا بتكلم بجد على فكره. طب قول انت بحب اسمعك. بص يا ستي، لما الواحد بيحب حاجه بيحبها زي ما هي، يعني بالحاجات الحلوه اللي فيها والوحشه،
لكن لما الواحد بيتعلق بحاجة بيبقى عارف انه هيجي يوم يسيبها او يزهق منها. حبيبة انا بحبك اوي. كلامك حلو اوي يا حمزة. انا حاسة انه هيجي يوم وتبقى اشهر من نزار قلباني. نزار قلباني اكتر حاجة بحبها فيك يا حبيبة انك عارفة ومتأكدة انا بشتغل كويس يا حبيبة وحياة امي انا مؤلف من الشعر. اللي يشوفك في الاتيليه ما يشوفكيش دلوقتي. ايه مالك فيه؟ ساعات بحس انك بتقول كلام زي مجدي. بقول كلام زي مجدي؟ والله انت تعرفي اكتر. مش انت اللي بتحبيه؟ انا مش زي مجدي يا حبيبي. ما انت ايه بس اللي احبه؟ يا ابني انا بحبك انت. وعلى فكره بالنسبه لموضوع الواحد بيحب الحاجه و الكلام اللي انت قلته ده، انا بحبك. ليه دايما بحس ان في حاجه بتبعدنا عن بعض؟ اللي لو كان مكاني دلوقتي ما كانش عامل اي حساب لوجودي زي ما انا عامل حساب. يلا اقتل اعوذ بالله. لا لا القتل ده حاجه صعبه قوي. عمري في حياتي ما كان تفكيري بالشكل ده ايا كان الخلاف بيني وبين اي حد. عارف حضرتك اللي انت بتسمع عني في لبنان ده صيت على الفاضي. اتفرج انا عايزك تخلص على الواد اللي اسمه سليم ده في اسرع وقت. انا مش طايق اسمع اسمه. نفسي الصبح كده اصحى لقينا عيون في جورنار. ما تهدي نفسك يا طيار. الله اعصابك يا اخي. ما تنرفزش نفسك اكتر من 10 دقايق في اليوم وقضي بقيه اليوم ضحك وفرفشه. تصدق بالله ان انت عيل بارد. اتقلتلت يا طيار. اتقلتلت. انا بديك حاجه تعيش.